السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع ديال ماذا يفعل الثوم في السلالات الجيدة للأرانب. أول حاجة نهضروا على الطرق ديال الاستخدام ديال هذا الثوم على يعني في المجال ديال التربية ديال الأرانب. الثوم ممكن أننا نحطوه في الماء، يعني ممكن أننا نديرو فصوص هكا، فص واحد مثلا بحال هذا الفص هذا، نحيدو منه هذه القشور هذه هكا ونحطوه لهم في الماء هكا ونديروه لهم في الماء. سمو كيوقع يعني هذوك الثوم كي يطلق المفعول ديالو، داك الماء ديالو كيطلقوا في الماء وكيشربوا الارانب من هذاك الماء ديالو. كاينه الناس اللي بغاو يعني يكون التاثير مباشر، وهو انهم سمو يديروا الثوم يخليوه في الماء واحد الليله كامله عاد باش يعطيه الارانب، باش يكون يعني طلق المفعول ديالو بواحد الطريقه جيده. الطريقه الثانيه وهي هاد العيدان اللي كيشطوا لكم ديال الثوم. هانتوما يعني نتوما في الدار ديالكم يعني كتستعملوا اي دار بلا شك راه كان عندكم الثوم في الدار، لانه هو كيتعتبر مضاد حيوي جد جد فعال، كاع يعني الناس راهم كيستعملوا الثوم. اذا سمو كاين هاد العيدان اللي كتبقى هذه ممكن هاد العيدان يعني تخليوها، يعني ما ترميوهاش وتعطيوها للارانب ديالكم ياكلوها هاك، ما ديروهمش في الماء، لا هاد العيدان خليوها وعطيوها لهم. اسمو التاثير ديالها على الارانب وهو انها كتقتل البكتيريا والديدان اللي كاينه في البطن. يعني الناس اللي ما كيخدموش كاع الدواء، يعني الناس ديال بكري راه ما كانوش كيخدموا الدواء، راهم كانوا يعني غادي طبيعيا، ما كانوش يعرفوا اشنا هو الدواء كاع. يعني الاجداد ديالنا كانوا كيربيو الارانب وكانوا صادقين لهم 100%. علاش؟ لانهم كانوا اولا كيعطيوهم الماكله ما فيهاش المبيدات الكيميائيه، ما يعني كتلقى اي مربي كتلقى عنده واحد الارض قدامه. يعني هادشي الناس ديال بكري، حنا حضرنا لهذا الشيء، كتلقى عنده واحد الارض كيدير فيها فصه، كيدير فيها ربيع، كيدير فيها، وكيبقى مسكين كي ما عارفش هو كاع شنو هو مضاد حيوي. يعني غير كيشد الثومه كيعطيها. انا سولت الناس ديال بكري قال لك كنا كنعطيهم غير الثومه، ما كيعطيهم حتى شي حاجه اخرى كاع. وانا جربت الثومه، يعني جربتها حتى انايا، يعني راه سنين وانا خدام بها. الثومه شنو كدير في 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 في, في, في الارانب، خصوصا يعني الروميه، يعني السلالات مثلا بحال البابيون، الشانشيلا، النيوزيلندي، المهم حنا كنهضروا على الروميه. الروميه كيكون عندهم المناعه ديالهم يعني ضعيفه. اشنو هو عكس، هما عكس البلديه، الارانب البلديه وجميع الحيوانات، يعني لا في الدواجن لا في المواشي. البلدي ماشي هو الرومي، البلدي كيكون قليل في الحجم وعنده مناعه يعطيها له من عند الله. بحال دابا القناين البلديه ممكن انك تعطيهم اي حاجه كياكلوها مساكنهم ما كيمرضوش. يعني ممكن انك تعطيهم الربيع يعني فازق ياكلوه مسكين، مساكن اي حاجه كيقبلوا عليها وما كيمرضوش. ويلا درتي لهم الدواء عاد كيوليو شادين المناعه مزيان. بحال دابا نقولوا اللي عطيتيهم الثوم صافي كيوليو يعني كيوليو حيويين اكثر. حنا نهضروا على دابا السلالات يعني الروميه، اش كيدير فيهم. انا جربت يعني ملي بديت كنعطي الثوم وكنلاحظ، يعني كنلاحظ الفرق، وخصوصا هاد العيدان، هاد العيدان هادو لقيت باللي الناس اللي كيتشكاو من تساقط الشعر ديال بعض الارانب، او كاين بعض الارانب اللي كيبداو ياكلوا بعضياتهم، يعني الشعر ديال بعضياتهم، وداك الشعر ما كينبتش يعني في واحد المده قصيره. يعني الناس راه داروا العزل، شحال من واحد لي كومونتير كيقول لك راه عندي هذه المشكله هذه، كنقول لهم عزلوا الارانب ديالكم، ما تخليهمش غير يفوتوا 3 شهور، ما تخليهمش مع بعضياتهم، لان كيبقاو ياكلوا من بعضياتهم الشعر ديالهم، شي كيبقى ياكل شي. الناس كاين الناس اللي باغيين يتمشاو بطريقه يعني ديال الادويه، ممكن انه يديروا الفيتامينات الاونتي بيوفيت. كاين فيتامين خاص يعني الا مشيو درتوه كيولي الشعر كينمو بواحد النمو واحد الوتيره سريعه. اما بالنسبه للثوم راه
راه ما تخيلوش يعني لا 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 يعني ماشي كينمو بواحد الوتيره سريعه، راه مباشره كينبت لهم الشعر وكيولي الشعر قوي واملس، كيولي ملس وما كيبقاش انتما كتهزوا الارنب وكيبقى في يدكم الشعر، لا كيولي الارنب يعني كثيف ديال الشعر ديالو، كثيف كيتكسى كامل، كيتكسى حتى من رجليه حتى من الضفار ديالو، كيتحسوا بالشعر. يعني الناس اللي عندهم هاد المشكل هذا راه غادي يتحلكم باذن الله هاد المشكل هذا. القضيه ديال التاثير ديال الثوم شنو كيدير الارانب، هو اولا راه يعني مضاد حيوي 100%. الناس اللي كيستعملوا يعني الادويه ضد تسمم المعوي او الدموي او البكتيري، كل شيء هذا الشيء الثوم هو تعويض، هو بمثابه تعويض لكل هذه الادويه. والمفاجاه ان حتى الناس اللي كيعانيوا من شي ارانب مثلا عندهم سيلان في الانف او عندهم رشح يعني زكام كيعطسوا، مثلا كتلقى واحد الارنب غير هاز راسو للسماء وما قادرش يتنفس، يعني كاين الحوايج كاين اللي فيه حساسيه او ضيقه. الثوم كونوا متاكدين ما كتسيقوش ملي كتعطيه وكتقولوا يمكن راه برا غير بوحده، وهي لا، راه الثوم راه هو اللي اثر عليه. الثوم الا مشيتو تعطيتوه للحيوان راه كما انكم عطيتوه للانسان، راه حتى الانسان راه الثوم ضروري وضروري للجسم ديال الجسم ديالو. لاحظوا ان الناس اللي يعني كيحضروا المرميطه حنا كما كنقولوا يعني الامهات ديالنا الله يخليهم لنا، كلهم كيستعملوا الثوم. الا دارت يعني الام ديالك الزوجه ديالك الاخت ديالك دارت المرميطه ديال العدس مثلا كتلقاها كترمي فيها الثوم، دارت اللوبيا كترمي فيها الثوم، اي حاجه كترمي فيها الثوم. الثوم راه ضروري للانسان للحيوان، والحيوان بالنسبه للدواجن ولا وخصوصا الا مشي تعطيتوه للحيوانات البلديه راه كيزيد يقويها اكثر. اما الا عطيتوه الروميه يعني ما كتبقاوش تستعملوا الادويه. هاد الثوم بمثابه يعني تعويض لجميع الحوايج ديال الادويه اللي كتستعملوها. اللي باغي يستعمل الادويه يستعمل ماشي مشكل، بحال تسمم الدموي كاين برافاك راه ديما كنهضر عليها، انا ماشي كندير لها الاشهار، ولكن التسمم الدموي كيجي من عند الله، ممكن انكم تستعملوا هذيك الابره من عام لعام. ولكن الثوم هذوك الامراض الاخرين اللي غادي نتوما تخافوا منهم، الثوم هو كيداوي. طريقه ديال الاستعمال راني قلت لكم، هاد العيدان هادو اعطيهم لهم مباشره ياكلوه، هذه ياكلوا مباشره ماشي مشكل. بالنسبه للفص واحد هاد القشور حتى هو ما ترميهمش، هادو راه اعطيهم لهم راه كياكلوهم. بالنسبه للفصوص كيقشروه ورميوه في الماء واحد الليله يعني 24 ساعه، منين تحسوا يعني به طلق هذاك المفعول ديالو، عطيوه هذاك الماء بالاخر بالثوم ديالو ماشي مشكل. غير ملي كتخليه واحد الليله كامله يعني في الماء كيطلق هذاك المفعول ديالو بصح. يعني ممكن انكم تشدوا موس وتقرطوه واحد جوج تقريطات هكا في النص هكا ولا، وترميوه في الماء كذلك، حتى هو كيعطي واحد المفعول. يعني سبحان الله هاد النبته اللي عطاها لنا سيدي ربي راها يعني للانسان للحيوان لجميع الحيوانات، راه الثوم ضروري انه يتعطى. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنظن ان راه حلقه مفيده ان شاء الله، وغادي تفيدكم بالنسبه للقطاع ديال تربيه الارانب. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، والناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. ما تنساوناش بزر الجيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. والناس اللي عندهم شي مشاكل ديال في مجال التربيه ديال الارانب، لاحظوا انني راني كنجاوب يوميا على التعاليق. اللي عنده شي مشكل عنده شي ترحيب انا راه الاشاره. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناه، القناه راه غاديه والحمد لله غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف،
إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.